كل تونسي وكل تونسية يلزم يشعروا بالاعتزاز اليوم لهذا الإنجاز العظيم اللي تحقق بعد صعوبات طويلة تغلبنا عليها والحمد لله. أول مرة يقع إنجاز مثل هذا في تونس بقطع النظر عن تكاليفه المالية. معلش معنى سلام يا دفعة وسلام جاي لك خصوصي جاي لك من عمامة. سلام يا دفعة من أبوك وأمك. عندي سؤال طويل عريض. تجمع مدينة الثقافة بين المخزون المعماري المستوحى من مختلف الحضارات التي تعاقبت على تونس وكذلك الهندسة المعمارية العربية بتكنولوجياتها المتطورة في مجال البناء. شنو رأيك؟ أنا رأيي يظهر لي في التو على ما شفت الارشيتكتشور اللي موجودة يظهر لي تجمع برشا حاجات وتجمع التونسي والتونسية اللي نقول لهم ما كيفك حد بنت بلادي الله واحد بنت بلادي بارك ويقد بنت بلادي يرحمها الأم اللي جابت. أحلى 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 مدينة ثقافية وإن شاء الله تكون مبروك على التوانسة. علاش قامت تجبلنا في اوكرانيا وعلاش مش ايطاليا ولا الارجنتين وشنو شنو معناها سيلوش سيسبي علاش علاش اوكرانيا وحتى كان ثم مناسبه كان ثم مناسبه ما نعرفش انا علاقه بيناتنا رئيسها جانا نعرفش انا ولانها تونس تراها تستعيد اليوم لحظات فارقه من اشعاعها الاممي. شنو رايك في المشروع هذا؟ اولا مبروك للمدينه مبروك للمسرح مبروك للموسيقى نتمنى انه يكون تشجع للاعمال الجاده. مشروع دكتاتوري معناتها مدينه متركزه كامله يعني انا بتمنى بكل مدينه انا كنت بالقصرين جاي من القصرين هلا يعني بتمنى انه بكل مدينه يكون في مدينه ثقافيه من هنا الى القصرين الى قفصه الى قابس الى إلى جيبس مدينة ثقافة في جيبس بليثة مش سالي بي كان حلو كهو إيجي بمثل هذا صرح ثقافي مسؤولية كبيرة هي عهدت للمثقفين والمبدعين لأنه بالنسبة لنا احنا الثقافة يصنعها المبدعين والمثقفين الإدارات هي تسير هي تبرمج الكاملة للعمل الثقافي. أعتقد أنه بمجموع الفضاءات الموجودة براءة